لو ما انت هتزود عدد المدارس ديت المفروض بتزود عدد المدرسين كمان عشان يجابهم طبعا يعني العمل اللي هيتم في الفصول الجديده مش كده ولا ايه؟ صح. طب ده بكام؟ حدث ولا حرج. لا يعني هتدي بكام يعني؟ 50 60 الف مدرس كل واحد في المتوسط 5000 جنيه في الشهر 35. يا ريت، احنا بنظلم الناس وبنطلب منهم فوق طاقتهم. انت بتقول للمعلم خد دول وتعالى بقى يركب ميكروباص ولا يركب، هيجي يدفع منين؟ يفطر، طب يفطر ازاي؟ طب انا مؤاخذه يعني يلبس قميص وبنطلون ويجيبه منين؟ طب لو عنده بيت بقى يعمل ايه؟ هو ده الكلام. طب انا بقوله صح. على الهوا طبعا، دي الحقيقه. اخبيها ليه؟ اخبيها لو انا عندي فرصه وحرمه كدوله. فارجع تاني، انت بتقول لي ايه؟ هل في حد في التعليم مستعد؟ اه مستعد. هو انا حد المدرس لو انا النهارده عندي 25 مليون في التعليم، وانت النهارده بقول ان الواحد فيهم يتكلف على الاقل 10,000 جنيه 10,000 250 مليار، طب انا بدفع منهم كام؟ 70 80؟ تقول لي ايه؟ ادفع 70 80 يعني لقطاع التعليم الخاص ياخدهم منك وهو يدي التعليم ده. طب انا مستعد. عارف انا مستعد ليه؟ مش بقول لك كده عشان اعجزك في الكلام، لان اتمنى، بس هو ما بقاش اقتصادي ليه؟ ما بقاش ايه؟ ما بقاش اقتصادي ليه؟ طبعا لو هو، ما هو لو كان اساسا انا قادر على 250 مليار يعني يبقى اقتصادي ليه؟ لكن انت النهارده جاي تديني مدرسه فيها 1000 طالب ولا 2000 وعايز تعليم كويس قادرها وانظمها وتديني الرقم اللي انا المفروض هدفعه بقى اللي هو المبلغ اللي بدفعه المتواضع للمدرسه ديت. طب ما ده مش هيدي خدمه كويسه، وفي نفس الوقت انت غالي الايدي بتقول لها ما تاخدش حاجه من الولاد او المصاريف اللي احنا بنتكلم عليه. طب الرقم هيبقى محدود ومتواضع، لا انا مش عايز اشتغل معاك. فيتراجع. وانا بكلمك وانت احنا مش على الهوا اهو. يا ريت. يا ريت. يا يوسف احنا مش هنعرف نحل المسائل اللي عندنا الا بافكار. صحيح. وانا قلت يا ترى النهارده يوسف لو شاب موجود جنب المدرسه هو مجموعه شباب زيه دخلوا المدرسه دي وطبطبوا على المدرسين وشكروهم وعملوا اي حاجه تعكس تقديرهم للي بيعملوه، ده مش هيبقى لفته جميله؟ طبعا. طيب هتكلفهم حاجه؟ ولا حاجه. طيب ما هو احنا ما كناش كلنا كمجتمع نحط في ايدينا في ايدين بعض عشان نحل المسائل اللي ملهاش حل؟ ملهاش يا يوسف حل. كان انا قلت الكلام ده قبل كده.